كيري يختتم زيارته للرياض مؤكدا عمق علاقة البلدين والعمل معا لإنهاء الحرب في سوريا واليمن. الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول منتظم للمساعدات الإنسانية إلى مناطق في تعز. النظام يسيطر على 7 قرى في ريف اللاذقية، وغارات روسية تقتل عشرات المدنيين في دير الزور. حفتر ينتقد المادة 8 من الاتفاق السياسي باعتبارها حجر عثر أمام تسليح الجيش. إلغاء أكثر من 7000 رحلة طيران في يومين في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة بسبب الثلوج. مسؤول أمريكي يؤكد رغبة العراق في تدريب التحالف الدولي للشرطة المحلية وتجهيزها. إحالة 8 مسؤولين في وزارة الآثار المصرية بتهمة التورط في إتلاف قناع توت عنخ آمون.